اهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي والاهلي في كل مكان. بعد فقره انترو مميزه جدا اكيد عندنا حوار مهم جدا. عندنا فقرتين، فقره مع نجم موجود قدامي دلوقتي هقدمه، فقره الثانيه مع ناقدنا الكبير الاستاذ خالد الاتربي رئيس القسم الرياضي بجريده الشروق. هنتكلم في كل الاحداث وفي كل الموضوعات اللي موجوده في الوسط الرياضي، وكمان هو كان موجود معانا في مهرجان اعتزال الكابتن. يبقى الحديث عن نجمي الان، واحد من ابناء النادي الاهلي المميزين جدا، واحد من لاعبي كره القدم المصريين اصحاب اللمسه والمهاره والتواجد، واحد من كان لهم اثرا في اداء ونتائج النادي الاهلي وخاض تجارب احتراف وليه مسيره كبيره جدا جدا مع النادي الاهلي. فخامه الاسم تكفي، احمد ابو مسلم. مشرفني ومنورنا يا كابتن. ربنا يخليك استاذ ابو، متشكر طبعا على المقدمه الجميله دي. طبعا ده انا عايزك تشكرني بعد ما نشوف التقرير، ان فريق الاعداد عامل تقرير مميز جدا عن الكابتن احمد ابو مسلم. نتابع ونرجع نتواصل. عام 89 انضم الطفل الصغير أحمد أبو مسلم لصفوف قطاع الناشئين بالأهلي. لم يكن وقتها تخطى عامه الثامن، لكن عشق أسرته للفانيلة الحمراء دفعه إلى هناك. استمر الطفل الصغير الموهوب بقطاع الناشئين حتى وصل لعامه الرابع عشر، تدرب مع عدد كبير من المدربين مثل شطة وخالد جدلة، قبل أن يرحل لفريق مزارع دينا محققا نجاحا كبيرا ساهم في انضمامه لصفوف منتخب مصر للشباب. هنا كانت البداية الحقيقية له بعد التألق اللافت لكل نجوم الفريق، حيث حقق أبو مسلم ورفاقه أكبر إنجاز دولي للكرة المصرية بالحصول على الميدالية البرونزية في مونديال الشباب بالأرجنتين. بعد المونديال أصبح أبو مسلم أشهر ظهير أيسر في مصر، فانضم للأهلي عام 2001. نال شرف المشاركة في مباراة القرن أمام ريال مدريد، هي المباراة التي لا ينساها أبو مسلم على الإطلاق. استمر النجم الموهوب بصفوف الأهلي حتى عام 2006 محققا 12 بطولة متنوعة، قبل أن يحقق حلما جديدا بالاحتراف الخارجي، حيث انتقل لستراسبورغ الفرنسي مقابل 250 ألف دولار. وقد حرمه التعاقد مع النادي الفرنسي من التواجد بصفوف الفراعنة في أمم إفريقيا 2006، قبل أن يعود لمصر ويلعب للإسماعيلي والإنتاج الحربي وسموحة، ليختم المشوار مع ليرس البلجيكي قبل أن يتجه لعالم التدريب. فحصل على العديد من الدراسات وانضم للجهاز الفني للإنتاج لبعض الوقت. لا ينسى مواقفه المضحكة مع زملائه بالقلعة الحمراء، لكنه بالتأكيد سيحكي لنا عن إنقاذ حسام غالي له من الغرق. طبعا تقرير مميز جدا، بشكر عليه فريق الاعداد. للي برضه ما يعرفش كل الجوانب الموجوده عند الكابتن احمد المسلم، تاريخ كبير قوي. ربنا يخليك يا استاذ ذهاب. طبعا انا بشكر طبعا جروب العمل، والصراحه شفت حاجات كتير في الفيديو ديت، كانت بقى كتير رجعتك بقى رجعتني لزمان بالذات. كمان يعني في لقطه طبعا مميزه جدا هنا بحييهم عليها، اللي هي بتاعت الدوري الفرنسي اللي انا طلعتها من خط الجون، فدي من اللقطات الصعبه جدا اللي انت تلاقيها، كانت في الدوري الفرنسي فكانت صعبه جدا، انا لسه شايفها دلوقتي فكنت مبسوط بيها جدا. طبعا رجعوك للذكريات حلوه اكيد طبعا، يعني احلى ذكريات حياتنا لما كنا في النادي الاهلي واحنا ناشئين صغيرين. على فكره كنت انا ناشئين النادي الاهلي وانا عندي 8 سنين بالظبط، وكملت
وكملت بعد كده لحد 12 سنه، وانت عارف طبعا في السن ده طبعا اللقطه بيضيع لك تاني. دي اللقطه دي طبعا انا كنت اخدت فيها احسن لعيب في الشهر في الدوري الفرنسي. هتلاقي نفس الكلام، نفس الموضوع الستايل اللي هو بتاع حماده طلبه اللي هي نفس الكلام. بس حماده كان على الارض، دي بقى دي حطيتها عاليه شويه، فانا حطيتها بوش خارجي، فكانت من الحاجات اللي هي يعني صعبه جدا، كانت مستحيله حتى هناك في فرنسا قالوا يعني ده انقاذ مستحيل طول السنه. فكانت دي من الحاجات اللي احنا كنا بنلعب اوكسير، وكانت الماتش كان صعب جدا، وكنا في ليج في الدرجه الاولى، وكان ماتش كان صعب علينا يعني. فدي من الحاجات اللي انا بلاقيها قليله جدا شفتها يعني، بحييكم عليها طبعا. احنا اللي بنحييك انك موجود هنا في بيتك، واكيد اي نجم من نجوم النادي بده مكانه، واحنا اللي موجودين ضيوف عليه. 8 سنين سن صغير قوي، لكن الموهبه موجوده وموجود في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. هي طبعا الذهاب يعني انا كنت طبعا صغير جدا 8 سنين، وكنت في الفتره ديت كنت بلعب اللي هو الطبيعي اللي بنلعب في اي حته في الشارع مع اصحابي وكده، فكنت بروح مع اخويا ساعات اروح العب معاه شويه. ففي واحد كان ما جاش فوقفت، فقال لك لا ده اخوك كويس ما تقدم له كده. اول ما تنبأ لي بان انا هبقى لعيب كره قدم كانت الله يرحمها والدتي طبعا، كانت حتى اي حد يكلمه وبتاع يعني، انا كنت انا اسمر اكتر واحد اسمر يعني في اخواتي وكده كلهم بيض، فكله كان يقول لك يعني ده تلوم هيبقى لعيب كره. فهي كانت من اول سن وانا عندي 8 سنين كانت تنبأ لي ان انا هبقى لعيب كره. البدايه جت ازاي انك تروح النادي الاهلي؟ والله رحت اختبارات يعني، رحت اختبارات الفترة دي كان الكابتن شطة، وكان ساعتها في الجيل ده معايا يعني انا متذكره جامد جدا حسين ياسر محمدي وشريف اكرامي، كانوا معايا في نفس الفرقة، كملنا السن من 8 و9 و10 و11. جه طبعا انت عارف الفترة دي كان ساعتها كان جيل 80 اللي هم يلعبوا كأس عالم. فكانوا مركزين طبعا مع المسابقة ديت، وانت عارف الفترة دي في مصر كانت منطقة القاهرة كانت بتعمل يعني سنين معينه يعني يلحق مثلا 80 81 مع بعض. فطبعا احنا ظلمنا ان احنا مثلا 80 كلها كانوا جامدين جدا في النادي الاهلي، كان احمد سيد وكانت شله كبيره جدا، وبعد كده خدوا اثنين مننا في الفريق كله، وبعد كده حظنا قال لك روح نادي النيل. فروحت نادي النيل اللي هو نادي النيل اللي هو الرياضي بتاع، كان حظنا للكابتن كابتن عماشه، هو كان ماسك النادي مزارع دينا نفس السن بتاعنا، فكنا مثلا نلعب منطقه القاهره فالحكام يروحوا يقولوا للنادي الاهلي انت عارف النيل ده كان الاهلي به يعني اللي هو الاهلي الثاني بيدعم النادي الاهلي على طول، يقول له في مثلا ابو مسلم وحسين امين ده كان لعيب جامدين جدا انت ما تاخدهمش ليه؟ فيجي الوقت دوت يجي الاهلي هيلعب النيل يقول لك لا احنا يدونا اجازه عشان ما نروحش عشان نبقى عادي يعني. فروحت مزارع دينا لعبت 13 14 15 و 16 بالظبط 16 ونص كنت طلعت فريق الاول، كنت بلعب ماتش وطريق الصدفه يعني، دي صدفه يعني ما حاجه ما تحصلش الا مثلا كل كام سنه مره. اللي انا في الوقت دوت ساعتها كنت منتخب شباب، وانا لعبت منتخب شباب قبل ما العب فريق اول مزارع دينا. كنت بلعب مع كابتن شوقي غريب، وجينا في الماتش دوت كنا بنلعب مزارع دي، كابتن شوقي غريب كان ساعتها عامل الستايل اللي هو بيلعب كل فرق الدوري الممتاز يعني ما لعبش فرقه صغيره ده ابدا في السن بتاعنا بالظبط. فعامل مع مزارع دينا، وكان ساعتها كابتن احمد رفعت الله يرحمه طبعا كان ماسك الفرقه، وكان عندهم مشاكل في الباك ليفت، كان عندهم احمد ممتاز كان متعور من النادي الاسماعيلي، وبعد كده ما فيش حد تاني لعيب صغير 20 سنه انت اللي هتلعب يا مسلم قدرك ونصيبك. طبعا فانا كنت بلعب، فالصدفه زي ما بقول لك الذهاب اللي انا قعدت الماتش ده كنت يعني كنت عامل ماتش عالمي، فكابتن شوقي جه قال لكابتن احمد رفعت يعني قال له ما تشتري الباك ليفت دوت وبتاع، قال له كام؟ قال له 5000 جنيه دلوقتي هدوا لك بعد الماتش. فكابتن احمد قال له بتتكلم جدا انا عندي عايز باك ليفت. فجه بعد كده قعد يكلمه قعد يضحك عليه قال له كابتن ده ابو مسلم عندك 17 سنه. كابتن احمد رفعت طبعا انت عارف باسلوبه قال لي خد انت عند مين؟ فطبعا انا خفت بقول في حاجه انا عملت حاجه. قال لي بكره لبسك ومعانا الفريق الاول. بعدها باسبوع لعبت ماتش القناه في القناه كسبنا 3-0 في الدوري الممتاز. فدي كانت اول انطلاقه بقى مع مزارع دينا. البدايه. طبعا. مزارع دينا كنت ساعتها كانت صعبه جدا، كانت فرقه صعبه جدا، كانت قويه جدا عندك لعيبه مميزين كلهم. فلعبت القناه وبعد كده الدنيا ابتدت لحد كملت اساسي على طول، لعبت يا دوبك سنه والسنه الثانيه كنت في النادي الاهلي. منتخب الشباب ومنتخب مميز جدا وجيل رائع مع الكابتن شوقي غريب، قدر يعمل جيل حقق افضل نتيجه في كره القدم في تاريخ الكره المصريه طبعا ببرونزيه تاريخيه. الجيل ده بقى كان ازاي؟ وعايز ادخل بقى كمان لان في الجيل ده كان معاك كابتن حسام غالي اللي طبعا هنتكلم عنه وعلى علاقتك بيه واعتزاله، بس احكي لي الجيل ده اتكونتوا ازاي وكان ايه الموقف وكان عندكم صعوبات كتيره جدا. هو الجيل ده طبعا كابتن شوقي كان يعني كان عنده سياسه اللي هو بياخد من جميع الانديه في مصر كلها، يعني مثلا كان ساعتها لو جينا نتكلم كان محمد صبحي في الاسماعيلي، وكان معانا وائل زنجه في نادي الزمالك، وبعد كده نادي بعد كده جه انا ابو المجد مصطفى كان بيلعب باك رايت شرقية الدخان، كنت انا باك ليفت مزارع دينا، حسين امين كان مزارع دينا، محمود الزمالك، محمد عبد الواحد الترسانه،
ورياض كان لسه ناشئين النادي الاهلي، طبعا كابتن حسام وائلي يعني من نص الملعب، مين تاني؟ محمد شوقي، كامبور، فؤاد. انت بقول لك الاسماء دي كلها، تخيل الاسماء دي كلها عامله ازاي من اقاليم ازاي. رضا شحاته كان المنصوره، جمال حمزه كان موجود طبعا، كان عندنا راس حرب محمد محسن ابو جريشه الاسماعيلي، رضا جيل كبير جدا. وخلي بالك الفتره دي كان السن ده كله، كان الناس كلها ما بتلعبش، الاهلي والزمالك كله كان بره اقاليم، ما كانش فيه الا اثنين او ثلاثه الاهلي والزمالك. تحسب ساعتها للكابتن شوقي غريب انه لف وشاف وجاب ودور ووصل للمجموعه اللي عملت هذا الانجاز. ما هي دي، خلي بالك الكابتن شوقي كانت عينيه كويسه في الحته دي على طول عامه. وهو تاني حاجه كان هو ما كانش بيخاف من النتائج، يعني كان عنده جراءه، عشان هو خد التجربه دي مع الدكتور محمد علي اللي هو منتخب 80 طبعا، فكان عارف التجربه عامله ازاي. فالاول لما دخلنا الموضوع كان بالنسبه له سهل، المعسكرات الكتير والتمارين وكده، وكان بيشوف احسن اي حد ما بيلعبش فريق اول، كان عنده سياسه اي حد ما بيلعبش في وقت معين فريق اول يبقى بره، يبقى ما بيبقاش ليه وجود في التشكيل يعني. فبدانا بقى الفتره ديت، كان طبعا زي ما انت قلت اول حاجه، اول بطوله لينا كانت ميريديان في جنوب افريقيا، واحنا عندنا اول جمعنا شهر وسافرنا بعدها باسبوع على طول خدنا تالت، تحس ان التالت كله مكتوب معانا. خدنا تالت افريقيا وبعد كده تالت الامم الافريقيه. بس كان في حاجه مهمه جدا اتفقنا من اول يوم انا وكابتن، احنا وكابتن شوقي غريب والفرقه والجهاز والناس كانت موجوده، اللي احنا كنا لازم في دماغنا نروح كاس العالم. يعني احنا قلنا ان شاء الله في الوقت ده احنا نبقى موجودين على منصه التتويج في اي وقت، يعني دي من اول يوم. وكابتن شوقي كان مدينا الدفع دوت، اللي انتوا يا جماعه احنا عايزين ميداليا مش هناخد، يعني احنا داخلين كاس الامم. ده مع اول يوم، لكن مع اول مباراه كان في كابوس غير عادي. هي دي في كاس ده في كاس العالم، احنا طبعا كاس الامم كانت كابوس الظروف صعب قوي في كاس العالم، حتى كل الناس يعني اتشال من عليكم الضغط على فكره، خلاص كل الناس قالت لا ده كده حلو قوي، يجيبوا حاجتهم ويرجعوا. لا ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه، اللي احنا الفتره بتاع كاس الامم باللعب بتاعنا لما خدنا التالت في الظروف اللي هي بتاعت اثيوبيا والمشاكل اللي حصلت، اللي هو ماتش بنلعب مع الكاميرون ولازم حد يكسب واحنا الاثنين متعادلين نفس الاضناط، فقال لك لا لازم حد يكسب، فدي عمرها ما تحصل في كره القدم طبعا. يعني عيسى حياته كان قال لك لازم فرقتين حد يكسب من الاثنين، واحنا الاثنين لو تعادلنا خلاص. فاحنا كسبنا الكاميرون الحمد لله 3 وخدنا تالت افريقيا، فده عمل لود علينا اللي احنا فرقه مميزه وفرقه سموهم منتخب الوليد وفرقه بقت مميزه. رحنا بقى طبعا كاس العالم اللي هي كنا بنعمل معسكرات طويله، اول ماتش طبعا اللي هو جامايكا ده انا ضربه جزاء والكره مش عايزه تخش. الماتش الثاني طبعا الكابوس اللي انت بتقول عليه ده 7 احنا ما كناش مصدقين، يعني احنا ما كناش مصدقين. وده في حاجات الارجنتين الارجنتين طبعا. لا بس جيل ايه؟ ده جيل عالمي. لا احنا كنا بنلعب سافيولا وبنلعب رودريجو. لا لا جيل عالمي. لا بنلعب فرقه حاجه ثانيه، وكابتن الفرقه كوليتشينا وبشعر ده اللي كان بيلعب في اتلتيكو مدريد، يعني بتلعب فرقه كلها كامله. فده حتى في الماتش ده فكرني يعني لما نتكلم على حسام غالي، عشان الموقف في الماتش ده ما اقدرش انساه، يعني كل ما افتكره بفضل اضحك، كل ما بقابله بفضل اضحك. حسام كان بيلعب في نص الملعب، فكابتن شوقي كان بيلعب مثلا ورياض ومحمد شوقي، فحسام كان بيلعب سيرد باك، يعني في منتوشه معينه في صعبه شويه بيلعبوا سيرد باك في الحته اللي ورا، وحسام كورته كويسه بيقدر يزودنا في وقت ويطلع يلعب يعني يعمل لنا زياده هجوميه. فكنا هلا حسام كان يمسك سافيولا، كان شوقي انا طول انا هو حسام بيلعب ورايا، فكان بيلعب محمود ورايا، فكابتن شوقي قال لا حسام انت هتلعب ورا وجنبك حسين امين، هتلعب انت ورا ابو مسلم، عشان سافيولا ده سريع جدا، انت عارف سافيولا بتاع الارجنتين حاجه يعني طبعا. احسن لعيب في البطوله. فحسام بعد في طول التمرين الكره تجيله، انت عارف حسام شكله جميل وستايل واقف في الكره، يقول لي ما ترجعش خليك قدام ما تقلقش. فتيجي الكره اقول له صفيولا سريعه، قال لي ما تقلقش هو الكره بره، ما تقلقش تاكل انه هطلعه بره ما تقلقش من اي حاجه. بعد ربع ساعه من الماتش صفيولا عمل مشوارين، راح 2-0 صفيولا اللي جاب الجونين. لقيت حسام جاله كرشه نفس وواقف عمال كابتن شوقي تغيير، قلت له حسام ايه؟ قال لا 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 ده مش سريع ده راجل طياره. فوقعت الارض من الضحك، قلت له ايه الموضوع؟ قعدنا نضحك بعد الماتش. فمن الحاجات الذكريات اللي عمري ما انساها، يعني دي الحاجه الوحيده اللي حسام بيبقى فيها موتني من الضحك. يعني هو لعيب جميل وانا كنت احب اتفرج عليه، انا كنت احب اتفرج عليه بالستايل بتاعت الكوره. الوحيد اللعيب اللي في مصر في الذهاب اللي هو بيطلع ياخد الجامب بياخدها على صدره وينزل. يعني في لعيبه كلها بتطلع كوره عاليه. عملها في ماتش تكريم اول امبارح، طلع خدها في نص الملعب ولف وسط ثلاث لاعبين من اياكس ونزل وخد كورته. انا بقول لك اللعيب الوحيد اللي في مصر حسام غالي اللي بيطلع يعمل الجامب، اي حد بيبقى كوره عاليه بيلعبها بدماغه، حسام بيطلع ياخدها على صدره وينزل ويلعب. هو حسام كده على طول، احنا عارفين حتى اي حاجه بيطلع ياخدها على صدره ما شاء الله عنده الميزه دي. فحسام من الناس اللي انا بحبها جدا ومواقفه كتير جدا معانا في المنتخب، واكتر لعيب عندنا كان حماسي جدا، مثلا ماشيين 10 ساعات سفر او 12 ساعه سفر، تلاقي حسام نازل اول واحد في التمرين وبيجري وبيتزحلق وبيتمرن، فبقول له انت ايه يعني انت مش بني ادم يعني انت ازاي؟ شخصيته هي من الصغر،
هو شخصيته كده. حسام كمان يعني كان عنده ميزه اللي هو هو امكانياته عاليه جدا، فعايز اللي جنبه يلعب نفس امكانياته. فانا بقول له حسام لا ما ينفعش، الناس اللي جنبك دي ممكن انت اعلى منهم بكتير، فاللي جنبك دوت هيبقى يعني ربنا خلقه موهبه. كله لعيبه مميزه يعني، كلها لعيبه تقيله، ولكن هو سابق. لا هو سابق، وهو كمان تاني تفكيره اللي هو بتحس بالسهوله، سهل ممتنع ان ماسك الكوره. يعني تمسك الكوره كده تبقى الموضوع صعب جدا، تلاقيه عامل مثلا في جوه 18 مرقص حد عادي، هو عادي ده الطبيعي بتاعه، ويلعب ويشتغل على الحاجه دي كذا مره. فحسام من الناس اللي انا كنت بطمن بشوفها في الملعب، يعني ما شاء الله تكوينه جسماني واللعب والستايل. فحسام من الناس اللي انا بحبها جدا من ساعه ما دخلنا منتخب الشباب مع بعض، الجيل ده كله بيوم بيوم واحنا كبار مع بعض. يعني احنا دخلنا مع بعض، وبعد كده النادي الاهلي كملنا مع بعض، وبعد كده منتخب شباب منتخب اولمبي، بعد كده سافرنا بقى، انا رحت فرنسا وهو طلع على هولندا، فالدنيا كانت اختلفت بقى بعد كده. واتجمعتوا تاني وبينكوا حواديت كتير، لكن ابو مسلم بعد الاداء الجيد مع مزارع دينا ومنتخب الشباب النادي الاهلي والعوده طبعا من باب الملكي على الفريق الاول. هو طبعا كان احسن يوم ليا في حياتي طبعا لما دخلت النادي الاهلي اكيد. لما انت انا الحمد لله انا بشكر ربنا طبعا في الفتره ديت اللي انا قلت لو انا كنت فضلت في القطاع كنت ممكن يحصل اللي انا ما بتشافش بالصوره ديت. انت عارف يا، فانا ربنا يعني طبعا في القدره النافعه. طبعا طلعت في الوقت دوت، وبعد كده لعبت مزارع دينا وانا صغير، راجع 17 سنه بالظبط، فرجعت نقل وانا 17 سنه فريق اول. يعني انا ما مضيتش تحت، انا فمضيت عقد كبير بس متقيد تحت في قائمه، بس طبعًا. انا من ضمن الناس كان حتى كابتن احمد رفعت اللي انا حاطط شرط اللي انا ما انزلش تحت. يعني دي من ضمن الحاجات اللي احنا ما ينفعش انزل تحت. فحتى كان جاي لي الزمالك والاهلي، وكابتن احمد رفعت طبعا كان زملكاوي، فقال لي الزمالك، قلت له يا كابتن انا اهلاويه والعيله كلها اهلاويه. فالنادي الاهلي طبعا كان حياتي كلها، انا كنت اصلا اهلاوي قبل، انا ووالدي وعيلتي كلها واخواتي كلنا بنحب النادي الاهلي، وكلنا كنا بنشجع. يعني انا كان في فتره مثلا النادي الاهلي مغلوب ببقى زعلان ونام زعلان، وبقى الدنيا بتبقى مختلفه شويه. الحمد لله كملت الفتره كلها والحمد يعني لله. يعني مين اتكلم معاك؟ مين قال لك احنا بنشوفك؟ مين اول واحد كلمك؟ دخلت ازاي الفرقه ساعتها؟ قابلت مين في الملعب؟ هو اول واحد كلمني كنا بنلعب بطوله افريقيا في اثيوبيا، في الله يمسيه بالخير كابتن طبعا صفا طب حليم، طبعا بنتمنى له الشفاء طبعا، ربنا يديله الصحه، ربنا يديله الصحه طبعا. كان هناك كان موجود بيشوف لعيبه وكده ويشوف باكات ليفت. فبعد الماتشين بالظبط الاولانيين راح كان قاعد معانا في نفس الفندق، فلقيته بيكلمني على التليفون بتاع، فقلت له يا كابتن، قال لي طب انا عايز اتكلم معاك وبتاع، فقلت له حاضر تحت امرك وبتاع. فقال لي انت هتيجي نادي الاهلي؟ قلت له ده انا اتمنى، ده انا اصلا من ناشئين نادي الاهلي. فهو استغرب ان انا من ناشئين نادي الاهلي. فقال لي عند مين؟ قلت له كانت كذا كذا كذا. قال لي اه معقوله؟ فانا طبعا اول لما قال لي، حتى والدي كان بيقول لي خلي بالك، كان بيكلمني واخواتي اللي نادي الاهلي بيشوف لعيبه صغار السن، كان بيعمل صف تاني. حتى في الفتره دي كانوا شايفين جيلبرتو من قبل منتخب انجولا، فكابتن صفوت كان شايفه وكان يعني اتكلم عليه كويس كمان. فقال لي تيجي نادي الاهلي؟ قلت له اتمنى طبعا، ده انا ده شرف ليا من اي حاجه وبتاع. فالنادي الاهلي كلمني، وبعد كده كنت نازل مصر، فقال لي خلاص انت كده اعتبر في النادي الاهلي. فطبعا انا قلت مثلا ايه يعني ممكن ده يبقى كلام يعني لسه كده. لسه مفيش حاجه، ممكن بيشوف حد تاني مميز اكتر من كده تبقى الدنيا مختلفه. فنزلت النادي الاهلي بعديها باسبوع لقيت نفسي في النادي الاهلي. يعني لقيت النادي الاهلي، كنا حتى في معسكر في استاد القاهره، لقيت مزارع دينا السكرتير بتاع المهندس طبعا محمد حسين عثمان كان بيكلمني، فانا خفت قلقت، يعني انا 17 سنه صغير يعني. فقال لي عايزينك دلوقتي في المعسكر، عايزينك دلوقتي تقعد مع الباشمهندس. فقلت انا عملت حاجه مشكله كبيره في النادي. كل ما اجي لك تليفون انا عملت ايه؟ انا عملت ايه؟ طبعا انت سنك صغير، وطبعا كرئيس النادي وكان المكتب بتاعهم في الدقي يعني. فقال لي لازم تطلع دلوقتي. قلت له لا ما اعرفش اطلع، حد يكلم الكابتن شوقي وانا اطلع، انا ما اعرفش اطلع في المعسكر. يعني رئيس النادي عايزك؟ انا كنت معسكر. وانت مش رئيس النادي بيكلمك وانت تقول له ما اقدرش، حد يكلم حد يكلم الكابتن شاوي؟ فانا طبعا اكيد انت عارف ان سننا ملاحم ملتزم طبعا. فقلت له كلم الكابتن شاوي ولو كده. فجيت الكابتن شاوي بعدها 10 دقايق، فراح قال لي تعالى اخرج. فقلت له كابتن شاوي انا شافني مخضوض شويه في ايه وبتاع. قلت له كابتن شاوي، قال لي بس روح ما تقلقش والله الدنيا كويسه. ما رضيش طبعا يقول لي يعني. فروحت هناك لقيت كان اتاخرت شويه، فبشمهندس عادل لقيته هو واخد العقود ومشي، وقال له هيجي لي على النادي الاهلي. فدخلت لقيت كابتن عادل اول كلمه قال لي انت معزلنا ليه؟ بقالك فتره. قلت له لا مفيش حاجه. فمضيت على طول وقعت، حتى بيقول لي قلت له ولا اي حاجه، انا امضيت اهيت، انا ما عنديش اي حاجه حضرتك. عادل ليك اي طلبات خالص والله؟ يعني انا حتى كان نادي مزارع دينا كنت عامل عقد، كنت بتكلم فيه عقد كويس والله. اول لما حط العقد قدامي رحت قلت له اللي حضرتك عايزه انا زي زمايلي، اللي انت عايزه كله اعمله، انا ما عنديش مشكله، انا راجع بيتي، فانا شرف ليا ان انا راجع بيتي، فما عنديش مشكله.
فدخلت بقى جوه في النادي الاهلي بعديها كان رضا شحاته معايا يوم بيوم، فدخلنا كان بيلعب حتى بطوله اللي هي مهرجان السياحه والتسوق اول حاجه اتحاد جده، فدخلت فانا لعبت الحمد لله، وكان يا دوبك جيت اسبوع اتمرنت كان مع ديسكي اللي هو المدير الفني الالماني قبل ما ياخد يعني اخد كاس مصر، وخلاص الماتش الثاني اللي هو بتاع السياحه والتسوق كان هيمشي خلاص يعني، فاتمرنت اسبوع وكان كابتن مختار معاه واتملقت على طول الماتش. دخلت بقى على الفرقه كان مين اللعيبه غير رضا، مين اللعيبه اللي انت قربت منهم، اجواء كنت شايفها ازاي، بتختلف ان انت ابن النادي من الناشئين بس طلعت ورجعت، فهل طبعا برضو كان معاك حد من الناشئين لقيته معاك فوق في التوقيت ده ولا هم جم طلعوا بعد كده بعدك؟ لا انا اول لما رحت طبعا استقبلني كان احمد سيد، احمد سيد طبعا كنت عارفه هو من نادي النيل، فلعبت قدامه كذا مره في قدام النادي الاهلي وكده فحافظه، فقعد احمد طبعا دمه خفيف شويه فقال لي انت مالك مشدود ليه، معادي الدنيا هنا ما تقلقش من اي حاجه ده بيتك وبتاع، وطبعا دخلت على سلمت على اوضه اللبس، طبعا اوضه اللبس كانت يعني اكنه فيلم بتحلم من النادي الاهلي اللي انت كنت صغير بتتمنى بتتمرن في اوضه ثانيه وتشوف النجوم دي كلها داخله، فلما دخلت سلمت على كابتن هادي وكابتن وليد ولقيت الدنيا، هم بالنادي الاهلي الميزه استاذ ايهاب اللي هم بيحتضن الناس اللي جايه كلها، حتى اي حد ما يجي لك حتى من النادي الاهلي او يكسر رهبتك سريعا يعني، غير كده كمان اللي هو بيقدر في وقت معين يعني انت مش غريب، حتى اي حد ما يجي النادي الاهلي لعب سنه يقول لك انا بقالي حاسس ان انا بقالي 100 سنه، النادي الاهلي فيه الميزه ديت اللي هو كل الناس كلها بتتعاون على النجاح، فانت دي كلها متوفره في النادي الاهلي، فاول لما تخش دي بتضيع لك مثلا 50% من الرهبه اللي بتبقى عندك في النادي الاهلي، فاول لما بتخش الناس كلها بتستقبلك كويس، بتلاقي شكل كويس، الناس كلها عايزه تساعدك، كله عايز يعمل لك اي حاجه، اوضه اللبس، العمال، الجهاز الفني بيتكلم معاك كويس، فطبعا دي وفرت عليا كتير جدا، مع ان انا كنت لاعب دوري عام، خلي بالك كنت بلعب دوري عام يعني، طبعا انت جاي بتلعب فريق اول بلعب فريق اول وصغير في السن، بس طبعا 17 سنه عندهم كان لسه ما حدش 17 سنه كتير، ما فيش حد خالص، كان مثلا الوحيد اللي بيتمرن كان مثلا اسامه حسني، يعني اسامه حسني هو الموجود، وبعد كده جيت انا ورضا شحاته وابو النجد وعادل مصطفى بقى ابتدى يطلع بقى. فدخلنا النادي الاهلي كانت اكيد كانت في الوقت ده كان صعب جدا، كانت في بطوله اللي هي عزيزه على قلبي اللي هي بتاعت بطوله افريقيا اللي احنا كان اول سنه لسه المانو الجوزيه، لما جه عنده كنا احنا كلنا 17 سنه، وكان الوحيد الكبير معانا كابتن هادي خشبه، كابتن وليد وعصام الحضري. كبار بقى دول كانوا بيحتضنوا ازاي؟ يعني الكبار دول بقى وكلام معاهم في فرق كان في السن ساعتها كبير. هو في فرق كبير جدا، هو كان مثلا وهشام حنفي كان معانا مثلا في خمسه سته هم كبار. شوف الكباتن دول طبعا انا كنت بحبهم وكمان عماد يعني طبعا. كابتن هادي حاجه ثانيه، انا كنت بفضل ابص عليه واتفرج يعني حاجه اخلاقيات ولعب طبعا. وشغل كويس جدا، فانت بتتفرج على الناس دي يعني حاسس عمال اقول ده انا بحلم يعني انا ده اللي انت موجود فيه. فدخلت معاهم الدنيا الحمد لله، لعبنا الفتره الاولانيه دي خدنا بطوله اللي هي بتاعت افريقيا اللي هي بتاعت ماتش سان داونز اللي احنا كسبنا اول بطوله لنا في حياتنا بتاع مستر مانو الجزيره اللي احنا عندنا، كان عندنا 17 سنه ساعتها خدنا البطوله ديت، بس النادي الاهلي يعني كان اول حاجه ليا في حياتي كلها اللي احنا كنا لعبنا الملعب قدام مثلا انا اول مره العب قدام 100,000 متفرج مثلا في استاد القاهره، فطبعا احنا رحنا ماتش سان داونز كان الاولاني هناك كنا تعادلنا فيه 1-1 سيد ابو حفيظ الجون بدماغه، فجينا استاد القاهره ما كناش متوقعين بالشكل ده، فبنبص مثلا من الساعه 3 العصر ولا 4 العصر الماتش الساعه 7، فالفترة دي كان الله يرحمه كابتن صلاح سليم كان جه ساعتها بيفطر بيتغدى معانا قبل الماتش، فأنا كنت أول مرة أشوفه على الحقيقة يعني أول مرة أشوفه في حياتي على الحقيقة يعني. فكان قاعد بيفطر معانا يعني اتغدى معانا، قال لنا خلي بالكم مصر كلها بتتفرج، والله هم ثلاث كلمات أنا حافظهم لحد دلوقتي، مصر كلها بتتفرج، مصر كلها أهلاوية، النهاردة أنا عايزين تفرحوا 90 مليون مصر كلها، مالكوش دعوة بالحكم، العبوا أنتوا بس وركزوا، طول ما أنتوا مركزين هتكسبوا مستريحين جدا وهتجيبوا جون واثنين وثلاثة، بس هما كلمتين دول واتغدى معانا ومشينا رحنا الماتش، فانا معدي من جنبي كده فانا عمال يعني عمال ابص وكده، فراح خبطني على دماغي كده قال لي انت، فانا طبعا اتخضيت يعني عارف انت اترعشت يعني حد بيخبطني كده، فرحت باصص له قلت له نعم كده، قال لي ما تمسكش الكوره كتير واخلص والعب على طول، انت لعيب كويس اخلص ما تمسكهاش كتير، فانا من ساعتها كنت قاعد مثلا كنت هموت يعني، كابتن صالح حاجه كبيره جدا طبعا، فنزلنا 90,000 متفرج بنبص الدنيا الملعب كله مقفول من الساعه 3:30 4 الدنيا كلها مفيش رجل، وعاملين نبص على دبدبه الرجلين، فكلنا 17 سنه مثلا ابص جنبي الاقي مفيش الا كابتن هشام وكابتن وليد وسيد ابو حفيظ مثلا، والناحيه الثانيه نلاقي مثلا رضا وابو النجد وعادل مصطفى وشيتوس وشباب كلنا صغيرين، فعاملين نبص لبعض طب ايه طيب؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه طب يا جماعه؟ فالحمد لله كانت النتيجه اللي هناك سهلت علينا شويه، فدي كانت اول بطوله لافريقيا بعد النادي الاهلي كان بقى لها فترات ما بتخشش النادي، فدي عملت معانا فرق كبير جدا خلتنا الحمد لله خدنا الثقه بدري جدا وقدرنا نبقى ننافس بشكل متميز يعني.
بطولة بتدي ثقة، ومدير فني كبير اسمه مانويل جوزيه اكيد هنتكلم معاك عليه كتير جدا. لكن بنطلع تقرير، في تقرير معانا للحديث عن الكابيتانو ومباراة التكريم، وفاصل ثم نعود للتواصل. مجدد الترحيب بكل مشاهدينا على شاشة قناة النادي الأهلي ومتابعينا والأهلي في كل مكان، وحوار مهم ممتد مع الكابتن أحمد أبو مسلم. والبداية ببطولة، وما أجمل أن يكون المدير الفني للفريق في هذا التوقيت هو مانويل جوزيه. هو زي ما حضرتك قلت طبعا مستر مانويل جوزيه فرق معانا كتير جدا الفتره الاولانيه بالذات، اللي احنا كنا فتره صغيرين فيها، وكان معتمد على عايز يعمل قوام اساسي للنادي الاهلي في الفتره ديت بالذات. كان فتره اللي هي التبديل، اللي هو الجيل كان كبير طبعا موجود، وابتدى يخش العناصر، بتغير جلد وبتحدث، فكان معتمد علينا بشكل كبير جدا. الحمد لله اول بطوله خدناها طبعا ادتنا ثقه كبيره جدا في افريقيا كمان، وكانت طبعاً بطوله بقالها كتير ما جاتش النادي الاهلي. بطوله افريقيا كان بقالها كتير جدا ما جاتش، كان بقالها مثلا 3 4 سنين ما جاتش ساعتها، فالحمد لله قدرنا نجيبها بالسن الصغير دوت، فده مسؤوليه كبيره علينا اكتر من كده. فقدرنا الحمد لله الفتره دي ناخد ثقه الراجل، والراجل كان معانا بيواجهنا على طول، وصراحه كان يعني من الناس اللي انا بدلها في حاجات كتير، عملت معاه حاجات كتير طبعا. كان في يعني في وقت معين يقول لك لما تعدي، كنا مثلا نبدا نبص على راس حربه يقدر يتحرك ازاي عشان احط له الكوره كروس ازاي. هو برضه طبعا الميزه اللي عملها لي اللي هو قال لك اول ما تعدي اعملها قويه، مالكش دعوه ما تبصش على راس حربه. فقال لك لا اما تخبط في السيرد باك وتخش، لا اما ممكن راس حربه هما بيجروا بظهرهم بالعكس فيقدر يحطها بدماغه. فدي علمتها، فرقت معايا كبير جدا حتى في اوروبا لما بقيت اروح بقيت اعدي واروح اعملها على طول. فدي فرقت معايا كتير يعني، دي خلتني زودتني من بعد كده اللي انا اخد احسن لعيب في الشهر هناك في فرنسا، فدي فرقت معايا كتير. فدي كانت الميزه على طول اللي كانت عندي معايا يعني. وبعد كده ابتدى بقى يخش يدعم بشكل كبير، مثلا ده جه بقى ابو تريكا وبركات والناس دي، الناس دي طبعا اللي هم عملوا حاجه كبيره للنادي الاهلي، عملوا بطولات كتير ودوا النادي الاهلي كتير. فكانت ماكس جريلي يعني، زي ماكس جريلي كده من ناحيتين يعني، النادي الاهلي فيه ناشئين صغيرين مع الخبره، فعملنا تيم كبير جدا، تيم كويس، قدر الفتره مثلا 10 سنين او 15 سنه اللي هم كانوا موجودين النادي الاهلي كان مكتسح كل البطولات بالظبط. فمن ساعتها بقى ابتدى يجي لنا، كان جاي لنا عروض ساعتها، ابتدى يقول مثلا هروح للعروض. لكن مواقف يعني تفضل حافظها لمانويل جوزيه، او كلام معين او كلام معاك؟ هو في موقف طبعا، في كذا موقف يعني، هو راجل على طول في كذا موقف. انا كنت بلعب اساسي بصفه اساسيه على طول جنبه يعني معايا على طول. فموقف وحيد عمر ما انساه، اللي احنا كنا بنلعب الاهلي والزمالك في استاد الكليه الحربيه، والاهلي كنا واخدين الدوري يعني، واخدين الدوري خلاص قبل الماتش وكده يعني بزمان يعني ماتشين ثلاثه. فحاجه غريبه جدا قال لنا سيبوا الشنط كلكم وسيبوها في اوضه اللبس، والماتش كان الساعه 5 او 5 ونص، قال لك انزلوا حيوا الجماهير. ده ليه؟ بعد كده سالته انا بعد يعني سالناه بعد كده الموضوع، قال لك انتوا كلكم صغيرين فانتوا انزلوا عشان تاخدوا الكلام ده تفرحوا مع جمهوركم، بغض النظر لو حصل حاجه بعد اللقاء انت كده انت واخد الدوري، فانت ما فيش حد عاكن عليك، انت خدت الجو بتاعك كله. الماتش بالنسبه لنا ماتش تحصيل حاصل. تاني حاجه انت بتقول للزمالك بتحط عليه ضغط، النادي الزمالك النادي الناس الاهلي لازم يحتفل مع جماهيره، فمش فارق معاه الماتش، فانت بتحط عليه ضغط اللي هو يبقى نازل عنده الارتخاء اللي هو مش يعني الموضوع عادي جدا يعني، الموضوع الناس بتحيي جماهير هنزل العب معاها ازاي. فحتى الماتش ده احنا كسبناه مش عارف 2-0 ولا ايه. فدي من المواقف الغريبه جدا، انت عارف اهلي زمالك الذهاب تبقى انت مشدود، هي بطوله لوحدها قمه، وانت قاعد عمال تبص طب ازاي، طب هلعب ازاي، واللي قدامك بيلعب ازاي، ودي بطوله خاصه خالص بغض النظر عن انت واخد البطوله او مش واخد البطوله. فدي من المواقف اللي انا عمري ما انساها. ليه الموقف الثاني طبعا كان يعني الناس كلها عارفه موقف بتاع مثلا ابو تريكا. فابو تريكا الشوط الاولاني احسن لعيب في الماتش، الشوط الاولاني بيلعب احسن لعيب في الماتش، وجايبين مش عارف 1-0 كنا بنلعب الاتحاد او حاجه زي كده، 1-0 خارجي وعمال يزحلق ويقوم. فدخلنا احنا كان كنا همدانين الدنيا مش ماشيه معانا شويه يعني، بس جايبين 1-0 ابو تريكا اللي جايبه. فقعد يمشي يمين ويمشي شمال، هو بيمشي في اوضه اللبس كده بيصفر يمشي ومباصص على واحد. ايوه هو احنا فاحنا بنبص كده على يعني اللي هيروح يقف جنب مين. اول لما تعرف اللي هو مين اللي هياخد التحيه. ايوه اول التحيه اول لما يقف جنب حد كده ويروح مصفر كده، وبعد كده يقول ما يقولوش باسمه، يقول له يو يعني انت. فيروح خض قدامه، فقال له ابو تريكا، قال له انت النهارده انت زيرو. احنا كلنا عاملين نبص لبعض، ابو تريكا احسن لعيب في اما ده زيرو، هو اللي مادي الشوط الاول وهو اللي جايب الجون، امال احنا بقى امال احنا ايه احنا قلنا احنا هنموت بقى. فقال له زيرو كبير يعني مش زيرو، قال له انت زيرو كبير النهارده ما بتعملش اي حاجه.
فاحنا استغربنا ونبص ده احسن، هو عارف ان عنده الاحسن، عنده الاحسن. ما دي بقى وجهه النظر، دي بقى البصه لقدام، اللي هو المدير الفني الناجح اللي هو عارف اللعيب ده عنده امكانياته ايه، يقدر يظهرها ازاي ويطلعها ازاي. دي اللي فرقت مانويل جوزيه عن كل المدربين الموجودين، اللي هو بيطلع احسن حاجه عندك في وقت معين. يعني مثلا يعني مثلا ابو مسلم في كومنت، يعني مثلا انا رفزه ممكن ما يعرفش يلعب، ابو تريكه اقدر اعمل ده، عارف بيطلع الحاجه اللي عندك ازاي. فابو تريكه طبعا ما كانش عمره بيتكلم يعني، فقال له صفر كبير وبتاع، فابو تريكه قال له خلاص اوكي وبتاع. نزلنا الشوط الثاني ابو تريكه ما اتكلمش خالص، نزلنا الشوط الثاني ابو تريكه جاب جونين، هو اللي جاب الهاتريك. فبعد الماتش فقال له ثاني يوم قعد يضحك معايا وهزر وبتاع، قال له انا عارف انا بتكلم ازاي. فانت بتبص على مواقف بتشوف حاجات، دي كلها خبرات لما انت بتشوفها. وابو تريكه استوعب درس المدير الفني الكبير، يعني ما ضغطش عليه فتاثر بالسلب فنازل متبرجل، لا ده هو كان بيأدي كويس وزاد مع الكلام. ما دي بقى ميزه مانويل جوزيه، لو انت عندك ابو تريكه عارف يطلع ازاي الحاجه اللي عنده، لعيب كبير بيقدر يرفع الكره ازاي، فما عندوش اي مشكله. تاني حاجه دي ميزه مانويل جوزيه، اللي يقدر مثلا في وقت معين يعمل عليك بريس، في وقت معين عارف مثلا رضا بيزعق له بينزل الكهرباء الشوط الثاني مثلا، ابو تريكه لا ما عندوش مشكله. بركات ممكن يكون عنده برود ما عندوش اي مشكله، مزعق له ما فيش اي مشكله. فهو الراجل بيعرف يتعامل مع الشخصيه ازاي، عشان كده هو كان ناجح في الشخصيات. حتى كل لعيب اللي بيلعب ولا ما بيلعبش ده بتلاقيه بيحب مانويل جوزيه، شخصيته اي حاجه بره الكوره بتلاقيه هو جاي اول واحد. اي حاجه هو بيساعد الناس كلها. ليه مواقف انسانيه كتير كتير جدا شفتها صراحه بعيني، ليه مواقف كتير جدا انسانيه. يعني مثلا كان في لعيب مش عايز اذكر اسمه، الدنيا كانت اتصاب وحصل عنده مشكله، ولعيب اصلا مش مصري افريقي، وهو ساعده بمبلغ كبير، يعني ساعده بمبلغ كبير، والواحد عمره ما محبش يعني يقول حاجه زي كده، بس هو الراجل عنده الحاجات الانسانيه كبيره جدا، بالذات كمان مع اللعيبه اللي ما بتلعبش كمان بيقرب منهم اكتر. يعني اللعيب ما بيلعبش كمان يقدر بيعرف يحتضنه كويس ويقدر يجهزه امتى. والدليل على كده انت عندك ماتش الصفاقس، محمد عبد الله الباك رايت بقاله طول السنه ما بيلعبش، بدا بيه. فانت يا راجل هو بيعرف يتعامل ازاي، بيعرف ياخد ازاي، بيعرف الثقافه عنده بتاعت اللعيب ازاي. وتاني حاجه بنتكلم اللي بيفرق البرتغاليين عن المدربين التانيين اللي هم بيلعبوا الكوره، اللي هم ناصحين جدا، يعني عشان هي العيشه مثلا قريبه البرتغال من مصر طبعا. فهم نفس المستوى المعيشي مثلا متوسط او فقير، فبيعرف يتعامل ازاي. فهم كان قريب مننا في الحاجات دي كلها جدا، قريب وعنده روح قياده وشاف لعيبه وعينيه حلوه. وبعدين كان جريء جدا في تغييرات في المباراه، ممكن تلت ساعه تلاقيه بيغير لعيب او بينزل لعيب وبعدها بشويه بيسحبه. كان جديد على اللاعب المصري انه يشوف مدرب بيغير بدري قوي، عنده جرأه في التغييرات، بيعمل تغيير بيغير بيه المراكز في الملعب، بينزل لاعب ويرجع يسحبه تاني. ده شفناه مع مانويل جوزيه. انا شفتها كتير مع مانويل جوزيه، جه فتره معينه كنا بنعاني من خط الهجوم، لقيته بيطلع وائل جمعه مساك، كنت الناس كلها شافته بيلعب راس حربه. يلعب راس حربه ما عندناش مشكله، يعني هو بيعمل الحاجات دي. قبل كده نزلني شوط تاني بعد ربع ساعه راح مغيرني تاني. حصلت معاك انت بتاعتك؟ حصلت معايا ماتش اتحاد جده، نزلني مثلا ربع ساعه وبعد كده قال لك لا انا بغير التكتيك بعمل حاجه ثانيه. فهو وعادي وانت طالع قال لك انا مثلا طالع زعلان وبتاع. بعد الماتش، بعد ما خلص الماتش وخلص خلاص في العشاء، يقول لك تعالى، قال لك انت كنت كويس، انا ما عنديش حاجه، انت ما عندكش مشكله عشان ما يضيعش منك الثقه بتاعتك. انت مميز ما فيش حاجه، بس انا في وقت معين فتره معينه مثلا الباك ده كان متميز الناحيه الثانيه، فانا بحط هنا حد اجمد بركات يشده شويه واقدر اسحب لك حد من هنا يقدر يلعب لي في الحته دي يقوي لي خط الهجوم. فهو وبتقتنع من كلامه اكيد، ما هو مش هيقدر، هو الراجل عايز اول حاجه، لان هو كان صريح لو قليل ما بيرحمش. هو طبيعي في التمرين، حتى في التمرين لو انت قليل هيقول لك في الثلاجه، يعني هو عنده حاجه شعار يقول لك في الثلاجه، يعني تقعد في الثلاجه ما تتمرنش. لما لا حد مثلا في التمرين بيبقى ماشي مقضيها يعني بالراحه وبتاع يقدر يشد التمرين في ثانيه، يروح مثلا انا استاذ ابراهيم مصفر مفيش تمرين النهارده اطلع خلاص، ويفضل يزعق في الملعب كله روح، انتوا كده موظفين كله روح. يلغي التمرين، يلغي التمرين تقسيمه خالص بعد 10 دقايق. مره تمرين، مرتين ثلاثة وقبل متوشة كبيرة، ما يلاقي الدنيا مثلا الدنيا بس ما بيكونش آخر تمرين، لا هي مثلا بيبتدي تقسيمة أول ربع ساعة، نبتدي أول ربع ساعة وبعد كده هو يعرف يشد الناس إزاي. هو عايزكوا تفكوا مثلا فك، فهو برضه مرتب في دماغه هيعمل إيه. ما هو ده السيناريو، هو عامله محضره، هو عارف اللي إحنا مثلا بنشد إمتى. فمثلا بعد ربع ساعة من التقسيمة يلاقي الدنيا ماشية محدش بيضغط وبتاع، يروح مصفر كله جوهم، أنتوا مفيش،
انتوا لو فضلتوا كده هنعمل لكم كتير. اول مره عملها وقال لك كله جو هوم، يلا يا اولاد كله روح، انت بقى ما حصلتش، ما شفتهاش انت قبل كده. لا احنا عايز اقول لك على حاجه، اللي احنا تاني يوم كان التمرين بقى 9:30 على طول. الساعه 8 الفرقه كلها موجوده في اوضه اللبس. 8 ونص. يعني احنا ميعادنا المفروض بنقعد اصلا بنيجي 8:30 9 بالظبط قبل التمرين بنص ساعه كده. 8:30 الفرقه كلها جاهزين وكله قاعد جاهز ورابط والشناكير وتمرين عاليه بقى والشراب وكله كله محدش ما بيهزرش. في وقت معين دي بقى ذكاء المدير الفني اللي هو في وقت معين بقدر اشد، في وقت معين ممكن هو بيضغط على الفرقه هناك في افريقيا. كنا بنلعب في افريقيا ملعب انيمبا، جابوا لنا ملعب تمرين غابه. فضل في نزل في ساعه بتاع نص ساعه، انتوا غابه ايه؟ وقعد يشتموا عادي يعني، عادي يتكلم كتير جدا، منفعل جدا. قال لهم لا انتوا لما تيجوا هناك انا عايزكم مثلا فندق كذا كذا. فهم هو بيقدر يشد الناس ازاي. بعديها مثلا تاني يوم اتمرنا في ملعب كويس. فهو عنده عارف هو بيعمل ايه، عنده من الخبرات وعنده من الذكاء اللي هو بيقدر يطلع كل حاجه في وقت معين. فهو دلوقتي هو معانا في وادي دجله، احنا برضك بنستفاد منه لحد دلوقتي. طبعا هو شخصيه وكاريزما وعامل شعبيه كويسه، وكان واضح جدا، وحتى تصريحاته وكلامه وادائه، وهو كان يعني تجربته مع النادي الاهلي تجربه فريده جدا كابتن. هو طبعا هو مستر مانويل جه في فتره اللي احنا كانت لسه بيبني الجيل زي ما بقول لك في السن الاولاني اللي هو سن كويس، وبعد كده مشي الولايه الاولانيه، وبعد كده رجع تاني. فهو قدر يحفظ اللعيبه كويس، قدر يتعامل مع المجتمع المصري بشكل كويس. تاني حاجه بقى يقدر يتكلم في وقت امتى، يقدر يعمل لود امتى. يعني انا ما انسالوش لما كنا مثلا بنلعب سان داونز هناك وتعادلنا 1-1، وطبعا احنا طبعا 1-1 يعني خلاص تعادل هنا نكسب ناخد بطوله افريقيا. فدخلنا اوضه اللبس احنا فرحانين بنحضن بعض وبتاع، قال لك ما حدش يتكلم خالص، انتوا هناك الفرقه دي هتموتكم. يعني الفرقه دي ما انتوا مش فاكرين الموضوع سهل، الفرقه الماتش هناك هيبقى صعب، في مصر هيبقى صعب جدا. مش سايب لحظه تفرح غير لما البطوله تبقى في ايدك. والله يعني هو عنده الحاجات ما بيهزرش. انتوا فاكرين الفرقه دي هتسيبكم؟ هتذبحكم هناك. انتوا فاكرين الموضوع كده ما خلصش؟ احنا لسه الجوله الاولانيه. فكله بعد ما كان كله فرحان اوضه اللبس كله اتشد. يعني هو في وقت معين بيقدر يعمل حافظ على تركيزك لغايه اخر لحظه. لحد اخر لحظه، وهو مميز في الحاجات دي، وهو من الناس اللي الواحد استفاد منها كتير جدا في حياته عامه كمشوار بقى كوره بعد كده. في التدريب بقى، في التدريب انت شفت ايه في مانويل جوزيه بتطبقه في حياتك التدريبيه دلوقتي؟ انا شفت منه حاجات كتير جدا. يعني شفت استفدت منه في حاجات اللي هو في وقت معين ما تتكلمش كتير، بتقدر تتكلم في وقت معين بشكل معين مع مثلا احنا في جو الاكاديميات، فنقدر نتكلم الولد باسلوب اهدى شويه، بنقدر نتكلم مع المدربين في وقت معين، نقدر نشد شويه المدربين لو هم الدنيا مريحين شويه نقدر نتكلم معاهم ازاي. تاني حاجه الاسلوب اللي بتتكلم بيه لازم يبقى ازاي. حاجه علمها لنا اللي انت اي مدرب توجهه ما ينفعش توجهه بصوت عالي، يعني ما ينفعش توجهه على جنب بالراحه، والولد اللي بيغلط لما تيجي توجهه بالراحه برضك، ولو عمل حاجه ميزه لازم تعملها بصوت عالي عشان يكون عنده الدفعه والروح المعنويه تبقى عاليه جدا. يعني يقول لك الخطا تكلمه بالراحه خالص كده على جنب من غير ما حد ياخد باله، لو حاجه عاملها لازم تسقف له بصوت عالي وتشجعه عشان يبقى يقدر يزيد على حاجه زي كده. حلو. فالحاجات دي كلها صفات بناخدها منه. يعني تاني حاجه توجيهاته الفترات اللي هو بيعملها اللي هي في التمرينات اللي هي المرونات الحاجات التكتيك اللي بيعملها، فكل شهر لينا جدول معين بنقدر نشتغل عليه معاه. الوقت معاك بيعدي سريعا، لكن في حاجات كتير سريعا عايز اخدها منك، خاصة واحنا بنتكلم قبل ما بتدخل وكنت فاصل وكنت بتكلم محمد صلاح، قلت لي محمد صلاح في حتة تانية، انت لعيب من اللعيبة المصريين اللي احترفوا وليك أكتر من تجربة احتراف، وكان أديت بشكل مميز جدا، ولعبت منتخب مصر وعملت حاجات كتيرة جدا وعدد من اللعيبة، لكن محمد صلاح يعني في حتة كويسة جدا، كل لعيبة مصر وكل المصريين فخورين بمحمد صلاح. اكيد محمد صلاح حاله مصريه فريده. نتكلم ونقول يعني نقول يعني كل الفتره اللي فاتت محمد صلاح في حته ثانيه، اتجاه ثاني لوحده خالص. محمد صلاح اول حاجه نجاحه طلع بالعزيمه والاصرار اللي عنده. ما كانش في الاهلي او زمالك اللي هو متاثر بالضغط الاعلامي او متاثر اللي انا نجم ما ينفعش حد يعاملني كده. محمد صلاح قدر يستغل ويطور من نفسه بشكل كبير جدا. طلع صغير ففي وقت معين قدر يستفاد بالعنصر ده، طلع على نادي متوسط مثلا في بازل او في سويسرا، قدر يلمعه بشكل كويس وقدر يبيعه. خدها تدريجيا، ما طلعش على نادي كبير جدا، يعني طلع نادي متوسط. محمد صلاح عامل حاله كبيره جدا في مصر وفي العالم كله. النهارده هداف دوري الانجليزي وارقام قياسيه بتتحقق بشكل كبير جدا وابهار كبير جدا. حتى النهارده في المؤتمر الصحفي بيسالوه مو انت تقدر
السنه الجايه لو قعدت في ليفربول تحقق اللي انت حققته، انت عملت كل حاجه. قال لهم اقدر، قالها لهم ثلاث مرات اقدر اقدر اقدر، وداعبهم كده وبتاع. لكن فعلا كل الجماهير ليفربول والمتابعين والاعلام الانجليزي بيقول لك ايه اللي هيحققه محمد صلاح تاني الموسم الجاي، وتحدي كبير امام محمد صلاح. ما طبعا طول النتائج دي كلها والريكورد اللي انت جايبه كبير جدا في البطولات دي، ما حدش عارف يجيبها. احسن لعيب في اوروبا، احسن لعيب في افريقيا، كل الحاجات دي طبعا صعبه جدا. واللي ساعد محمد صلاح كده التواضع والاخلاق بتاعته. يعني شوف مشهد زي ده وانت لعيب كره تحس بيه، ملعب مليان عن اخره وتحيه وتقدير وطبعا صوره تذكاريه مهمه وتاريخ، تاريخ على ارض الملعب من سنه 92 من بعد ما الدوري الانجليزي بقى 38 جوله محدش كسر فيه حاجز ال 31 هدف. 32 هدف، اول لعيب من سنه 92 يكسر هذا الرقم اللي بقى سواريز وكريستيانو، وبعدين كمان واخد يعني شوف بنته برضه التشجيع ومكه في يعني حاجه 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 حلوه. ونحط ده كله الذهاب تحت محمد صلاح فخر مصر كلها، ونتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه ديت باذن الله نصفي الاجواء كلها عشان يقدر طبعًا يشتغل بالشكل الكويس اللي احنا نتمناه. اي حد في العالم محمد صلاح ده تبقى ذهاب صناعه، حاجه كبيره جدا لازم نستغلها مثلا في الترويج للسياحه، لازم نستغله طبعًا في الاسم الكبير ده كله. محمد صلاح زي ما انا سمعتك بره، محمد صلاح وشه لوحده جواز سفر زي ما انت قلت. لو كنا بنتكلم في محمد صفر بالظبط، فمحمد صلاح حاجه ثانيه طبعا، نتمنى له التوفيق وان شاء الله. احنا بنقول مصر الكبيره العظيمه بتاريخها بحضارتها باهرامات بنيل، محمد صلاح اتحط في قيمه كبيره جدا، ولازم نشتغل على الحته ديت، لازم نشتغل. احنا كنا زي ما كنا سمعتك قبل كده كنا شغالين في افريقيا، لما تروح تلاقي صوره دروجبا، صوره ايتو. فمحمد صلاح عندنا حاجه كبيره جدا، حدث كبير العالم كله بتبقى فخورين بيه. عندنا كتير محمد صلاح، اكيد عندنا كتير، بس نبتدي نشتغل، نبتدي نطور ونشتغل ونسيب اللعيبه ازاي. الفرق بيننا وبين النادي بين افريقيا كلها اللي هم بيسيبوا اللعيب مثلا بحاجات اسعار رمزيه، احنا ما نقدرش نسيبها. سيبوا اللعيبه قد كده. المقاول العرب لما جه ما غلاش اللي هو محمد صلاح، لو كان غلى في طلبات محمد صلاح وضمن حقوقه في اعاده البيع والنسب. ما دي بقى الفرق اللي هو الثقافه ازاي، اللي انا مثلا هضحي بحاجه كويسه بس عشان ابني يبقى مميز، وبعد كده الفلوس دي هتجي لي ثاني بنسبه البيع بتاعته. فمش معقوله انا عايز 3 مليون، ما حدش يرفع في اي ناشئ 3 مليون او 4 مليون يورو. فهي الدنيا بتبقى كده خطوه خطوه. فنتمنى ان شاء الله التوفيق، وان يعني ربنا يبعد عنه الاصابه ويبقى فخر مصر على طول. ونتمنى له حتى ان شاء الله يبقى وجهه مشرفه على طول في كاس العالم وفي النهائي. اخيرا بقى رؤيتك للمنتخب في كاس العالم، وان شاء الله يبقى المنتخب قادر انه يؤدي باداء كويس. والله طبعا نتمنى التوفيق الفتره اللي جايه دي، بس لازم انا كنت قلت كذا مره من بعيد قوي، لازم نشوف مين واحد نمره واحد. القوام الاساسي انت عندك موجود، لازم يكون عندك البدايل اللي هو واحد واثنين وثلاثه. يعني مثلا عندي مشكله في المساكين، لازم يكون عندي واحد رقم ثلاثه معروف، يعني مثلا سعد موجود عندي، حد ثاني حاطه موجود. الباك رايت مثلا هيجي احمد فتحي او 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 محمدي، لازم اكون عارف مين هيلعب ومين الموجود. ناحيه الشمال اللي عندنا فيها مشكله كلها اللي هو مثلا صاب يعني عبد الشافي، او مثلا هجيب كريم اللي موجود، او هجيب كريم حافظ لعيب مميز برضك. فلازم اشوف مين الثالث، او صبر رحيل لازم اجيب، حسين السيد لازم اشوف مين واحد واثنين وثلاثه، عشان ما يجيش مثلا المشكله اللي احنا بنتكلم فيها اللي حصلت معانا في كاس الامم، اللي انت مثلا الباك ليفت رحت جايب احمد فتحي ملعبه باك ليفت. هي دي بقى انك ما دي المشكله. ما انت كريم ما اديتوش في وقت معين، وكان لعيب على فكره كريم حافظ لعيب مميز وبيلعب في نادي لانس فرنسا، نادي كبير يعني، نادي برك في نادي الدوري يعني، لعيب مميز، بس انت ما اديتوش التاقلم والفتره اللي هو يقدر يلعب فيها. لازم تديله من بدري عشان ما تيجي في الماتشات الصعبه دي تلاقيه. فانا بتكلم المنتخب نتمنى له طبعا التوفيق، والراجل اللي احنا كلنا معاه وسبورت ليه، وعايزين طبعا اداء مشرف، بس لازم النقط دي لازم نحط علينا من بعيد او من فتره. بس انت شايف عندك تفاؤل ان شاء الله بنتائج المنتخب المصري في المونديال الروسي؟ ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. هي البدايه طبعا، انت عارف الدورات الحاجات المجمعه دي اول حاجه، ماتش اللقاء البدايه اللي هي البدايه دي مثلا تحسمك ب 60 70%. لو مثلا قدرت في الماتش الاولاني اللي افتتحت تقدر تعمل حاجه، يبقى ربنا اكرمك الفتره اللي جايه كلها. ثاني حاجه الافتتاح، وانت طبعا الافتتاح اول حاجه طبعا رجوي. وخلي بالك المنتخبات اللي هي بلغه الكوره بنقول عليها رخمه، ترتيب المجموعه حلو، ترتيب المجموعه هتلعب اورجواي بعد كده روسيا تختم بالسعوديه. يعني هو الترتيب مميز جدا اول حاجه، والحمد لله احنا ما عندناش طبعا في اول حاجه مع روسيا، كان هيبقى عندك الضغط الجماهيري وعندك اورجواي، بس اورجواي برضك من الفرق الصعبه، فرقه صعبه، بس احنا دايما بنلعب كوره قدام الفرق التقيل. ما خلي بالك قبل تلعب الاستايل بتاعك اللي هو اللعب الدفاعي، اورجواي ما عندهاش اللعب اللي هو تفتح لك الملعب وتلعب لا هي لعبه بنتكلم عليها بمنتخبات اللي هي الثقيله اللي هي لغبه الكوره اللي هم قافلين لك الملعب.
وطبعا هيقول لك على محمد صلاح، محمد صلاح مثلا عندهم خط هجوم حدث ولا حرج. عندهم خط هجوم سريع جدا، هجمه مرتده حاجه صعبه جدا. فهي دي البدايات، لو ان شاء الله ان شاء الله منتخب قدر الماتش الاولاني نكسب او ما نحرجش. لكن متفائل ان شاء الله، متفائل ان شاء الله بالناس الموجوده والفتره اللي فاتت محمد صلاح واللعيبه الموجوده كلها، نتمنى ان شاء الله نعمل اداء هو كويس. هو ده بقى اللي انا كنت عايز اختم بيه معاك، التفاؤل. ان شاء الله كلنا متفائلين. اشكرك كابتن احمد ابو مسلم، شرفتني ونورتني وكنت ضيف عزيز عندي. ربنا يخليك يا استاذ ايمن، طبعا انا مبسوط ان انا اكون معاك وانت من الناس المحترمه، انت عارف ان انا بحبك جدا وعندك المصداقيه كبيره جدا، فانا من الناس اللي انا بحب اطلع معاهم على طول طبعا. وبشكر طبعا جروب العمل كله على النهارده على التقرير الجميل اللي هم عملوه. اشكرك كابتن احمد، ربنا يخلي حضرتك. شكرا. فقره مميزه جدا وحواريه مع الكابتن احمد ابو مسلم، لسه مكملين معاكم، وفقره متميزه ايضا بعد الفاصل، ونقدنا الرياضي الكبير الاستاذ خالد الاتربي رئيس القسم الرياضي بجريده الشروق بعد الفاصل.